يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم كلمة أمام الكونغرس الأمريكي قبل أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الخميس. واستهل نتنياهو زيارته بالتأكيد لعائلات الإسرائيليين أن شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح ذويهم باتت قريبة جدا، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل سيأتي نتيجة للضغط العسكري المكثف على حماس. إن هذه زيارة مهمة ستمنحنا فرصة لإبلاغ ممثلي الشعب الأمريكي بأهمية دعمهم للجهود التي نبذلها معهم من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين سواء كانوا أحياء أو موتى. للأسف هناك من فقد حياته. لقد تم إبلاغنا اليوم بوفاة مختطفين اثنين آخرين ونحن مصممون على إعادتهم جميعا. إن الشروط اللازمة لإعادتهم أخذة في النضوج لسبب بسيط، وهو أننا نمارس ضغوطا قوية جدا على حماس. نحن نشهد تغيرا معينا وأعتقد أن هذا التغيير سوف يتطور. نعتزم القيام بذلك وهذا هدف الحرب.